رحم الله الفنان القدير الراحل عمر الحريري. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى جولة ثالثة وأخيرة لدرجات الحرارة ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. ومرة أخرى حكمة عبد الحميد. بالفعل ثالثة وأخيرة مصطفى وسحر، وإلى أخبار الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء. بيسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد في أعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، بيصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. بنبدأ بالقاهرة 20-11، الإسكندرية 19-11، مطروح 18-11، بورسعيد 19-11، إسماعيلية 21-10، السويس 21-10، العريش 20-10، طابة 20-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-14، الأقصر 25-9، أما أسوان درجة الحرارة 26-11، الوادي الجديد 25-9، شلاتين 26-13، حلايب 23-14. الآن بنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.